بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. كثير من الأخوة والأخوات يبعثون برسائل حول قضية فوائد الزعتر المطحون الموجود الآن في يعني في محلات العطارين أو في المولات، المحلات الغذائية إلى غير ذلك. فوائد الزعتر المطحون، ولطالما قد ذكره الإمام الرضا عليه السلام وكذلك الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في مسألة الشفاء، فهناك 19 فائدة يذكرها العلماء في فوائد الزعتر المطحون. أولا، هو علاج لمشاكل الجهاز التنفسي كالسعال الديكي، التهاب الشعب الهوائية، الربو، للتخلص من البلغم والمخاط. فوائد الزعتر المطحون. ثانيا، هو يهدئ القصبة الهوائية، يلطفها من خلال شرب مغلي أوراقه أو دهن الصدر بزيته. تعزيز وتقوية جهاز المناعة في الجسم ضد الأمراض المختلفة لاحتوائه على مضادات الأكسدة. كذلك من منافع فوائد الزعتر المطحون تقوية العضلات وحمايتها من التشنجات والتقلصات وكذلك المؤلمة، تعزيز صحة القلب من خلال تقوية عضلته، ومنع تصلب الشرايين، ومنع تأكسد الكوليسترول الضار على جدرانه أي جدران القلب. كذلك تسكين الآلام المختلفة، تنشيط الدورة الدموية في الجسم، علاج التهاب المسالك البولية والمثانة من خلال شرب مغلي أوراقه بشكل يومي، وتخليص الكلى من الحصوات، علاج أمراضها للكلى وكالمغص الكلوي، تنقية الدم من السموم من خلال شرب كوب من زيت أو عفوا من الزعتر المطحون مغلي، وكذلك عن طريق أوراقه بعد إضافة ملعقة من العسل إليه، تخفيض معدلات الكوليسترول الضار في الدم وزيادة نسبة الكوليسترول النافع، علاج مشاكل الجهاز الهضمي كالتخلص من الغازات والانتفاخات ومنع تخمر الطعام، علاج عسر الهضم وتعزيز امتصاص المواد الغذائية والتخفيف من أعراض القولون العصبي، وعلاج الإمساك والإسهال وخاصة عند تناوله مع زيت الزيتون، التخلص من الفطريات والطفيليات التي تتكاثر من الأمعاء والمعدة كالأميبا المسببة لكثير من الأمراض، وذلك لاحتواء الزعتر على مادة الكاروفوكرول، تقوية الذاكرة، تعزيز القدرة على الحفظ والتركيز، وتسريع استرجاع المعلومات المخزونة، لذلك ينصح بتناوله بشكل يومي من قبل الطلاب خلال فترة الامتحانات، المحافظة على صحة الشعر وحمايته من التساقط بل لزيادة كثافته خلال فترة زمنية قصيرة، وذلك لاحتوائه على مضادات أكسدة بالإضافة إلى قدرته على إطفاء اللمعان والحيوية للشعر، التخفيف من ألم الأسنان، علاج التهاب اللثة خاصة عند طبخه مع القرنفل واستعماله كمضمضة، كما يفضل مضغ أوراقه الخضراء لعلاج ذلك، علاج حالة التعرق عند الإصابة بالحمى ونزلات البرد، علاج الثآليل عن طريق طحنه وخلطه مع زيت الزيتون ودهن المنطقة المصابة به، وكذلك استعماله في صناعة العطور، مستحضرات التجميل، أنواع مختلفة من الصابون، وعلاج التهابات الجلد المختلفة وحمايتها من الصدفية، من الأكزيما، ولدغ الحشرات وخاصة البعوض. هذه قرابة 19 إلى 20 فائدة من فوائد الزعتر المطحون يذكرها العلماء، وهي مفيدة جدا جدا جدا، وقلنا بأنه إما أن تستخدم أوراقها وتغليها مرة مع زيت الزيتون، مرة أخرى مع شيء آخر، ذكرنا كثيرا بالتفاصيل كي لا أخذ من وقتكم وفي خدمتكم إن شاء الله تعالى. برنامج صباحات ولائية، أما أوراقه فتحصلون كذلك عند العطارين، وإما أنك تأخذ لهو يعني الزعتر المطحون وتقوم باستخدامه. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.